الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يأثم من حرم الطفل أن يرضع من أمه بسبب خلافات زوجية أدى إلى طلاق، وما كفارة من فعل ذلك؟ نعم، سمعتم أنه لا يجوز أن يضار بالأم ويضار بالطفل أيضا، فيمنع الطفل من الرضاع من أمه من أجل سوء تفاهم بينه وبين الأم، لا يجوز. ومن حصل منه شيء من ذلك فليتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا.